طالب سكان وقاطني قرى ومشاتي المريس 70 غزالة ببلدية عين الروا من السلطات الولائية التدخل لفك العزلة من خلال التكفل بتعبيد الطريق الرابط بين مدرسة المريس وطريق بني وسين مهدية كون وضعيته الغير صالحة لمرور المركبات ووسائل النقل المختلفة عمقت من عزلة المنطقة. وبخصوص تحسين الإطار المعيشي طالب السكان بتوفير الهياكل والمرافق العمومية للقرية كقاعة علاج وكذا التكفل بصيانة مدرسة المريس التي تعاني من ضعف الإمساكية وسقوط أسقف دورات المياه وكذا وضعية التجهيزات المهترئة بالإضافة إلى التكفل بصيانة المضخة المعطلة وإيجاد حل تراجع منسوب نقب بغزالة والذي أجبر السكان إلى اللجوء إلى صهارج الخواصة واقتنائها بأثمان باهظة. احنا لهنا أهل الدواوير لهنا عندنا الدوار الغزالة، الدوار المريس، والدوار السبعيون، والدوار الحمامة، يعني كثافة سكنية ما شاء الله، بالك واحد 400 نسمة ولا أكثر. الطلبات تاعنا حنا عندنا ثلاث حوايج، ماشي ثلاث حوايج، نقولوا حاجة أساسية اللي هي الطريق، لخاطر بالطريق يجي كلش. عندنا الطريق هذه راكم شفتوها بعينيكم، عندنا بروبليم فيها تابعة إداريا لبلدية عين الروا، وحنا تابعين لعين الروا. وهي الرقعة الجغرافية تاعها تابعة للمهدية العين الرنات. كي نروحو نشكيو لعين الرواق يقولوا لنا احنا ما نقدروش نخدموا الارض خاضيتنا، وكي نروحو لعين الرنات نفس الشيء يقولوا لنا انتوما ماكمش تابعين لينا. دوك حنا بقينا في مأزق ما لقيناش كيفاه الحل تاعنا. المير ما يقدر يدير والو لا تاع عين الرنات لا تاع عين الرواق. الحل الوحيد هو الولاية، يعني المشروع هذا لازم يجي ولائي، ما يقدرش تجيبوا البلديه. هذا هو المشروع الاساسي، يعني احنا نهضروا على هذه الحاجه الاساسيه. ومن بعد نهضروا نروحوا نعقبوا الماء. الماء راك تشوف احنا هذا الدوار الغزاله برك اللي عنده هذا الفراج. ديجا هاي يعني راه الحدث تو دوكا وظهر. عندها 15 يوم والبومبا حابسه. المير هضرنا معاه ما عندهاش شهرين ثاني نفس البروبلام. ضربت شهرين وهي حابسه. نهضروا على المشكل الوحيد اللي رانا نعانيوا منه بزاف هو مشكل تاع الطريق كما راكم تشوفوا فيها. المشكل تاعنا نطلب من المسؤولين باش يفهموا المشكل تاعنا وشني المشكل تاعنا. راه مشكل جماعي، راه جانا بين ربع بلديات. عندنا منا عين عباسه كاينه 4 كيلو، عندنا منا عين رنات كاينه 4 كيلو ثاني، كاينه بنوسين 4 كيلو، وكاينه البلديه اللي رانا تابعين لها هي 10 كيلو. حنا رانا قراب البلديات هذو، كي نروحوا نشكيو في البلديه تاعنا تاع عين روا يقولوا لنا لهنا العين روا هاي كاينه الطريق. ومن الجهه عين رنات وعين عباسه كما كنا نهضروا بنوسين يقول لك انتم راكم ماكمش تابعين لنا، انتم اداريين راكم تابعين عين روا. هذا هو المشكل تاعنا تاع الطريق. وحنا هذه اللي راه مساعدتنا تما الخدامه كامل يروحوا لعين رنات وصيف والعلمه وكل يروحوا يربوا الجهه هذه. ثاني مشكل ثاني تاع الماء، ثاني رانا نعانيو معاناه كبيره من الماء. رانا نعانيو من الماء والله، غير رانا نسقيو بيدينا. تعرف شنو بيدينا؟ ماشي حتى بالطوموبيلات، حتى الطوموبيل ما عندكش تمشيها. المدرسه راهي مهمشه من كل جهه، من قرمود مكسر، البنتوره ماشي مبنترة، كلش نقايص فيها وكل فيها، كل النقايص فيها. الطريق رانا نعاني من كلش، راه الطوموبيلات تاعنا تهرسوا كل شهر نعاودوا سيسبونسيو، كل شهر نعاودوا مرتيسور، رواند تكلوا من الحجر ومن الغبره. والمشكل تاع الطريق هي الاساس، رانا نعانيو معها. شكينا قداه المره انها بدراهمنا وكرينا لها ماتريال وبالدراهم تكلفت لنا بصوارد ياسر. هاك تشوف دوك الفراجة وحابس، ما نعرف لا يضرب ثلاث اشهر ولا عام ولا عامين ولا سادي بانك. مسألة الدوار هذا، الطرق هذا، ذاك الدوار هذا لازم كان يكون مريض يموت في الطريق، ما يوصلش للمستشفى ولا هذاك. مرا رايحة تنفس ما عندناش فاش نديوها، برا باه تجي تضربها تجي بنهار، وانت تدور مع الطريق وما تروح المرواح ولا صادي باش بيت. الطريق يا اخي دوك راكم تصوروها وتشوفوا حالتها، ماناش بعاد على الولاية مون با ب 20 كيلو، ماناش بعاد على الولاية مون با ب 20 كيلو. الطريق مازالت بيست، ماشي قودرو والله، مازالت بيست. مازلنا هكذاك نعانيو جنازة.
جنازه تكون عندنا جنازه ما لقاوش تعيط لواحد تقول له واحد ديها لنا يقول لك الطريق ماشي ملاح. عرس تقول له لا ما جيتش يقول لك طريقكم والله غزا ما نجي والله غضر حتني طريق. عندك موت والله ما يجيوك يجيك غير الاقرب اقرب اقرب. اولادنا كيف كيف تروح تخدم نص الغاشي بطل خدمته وقعد هنا يعاني من جانب الطريق. كلش كلش كل السبل قطعت لنا الطريق هذه. من هذا المنبر ومن المنبر تاعكم النشط والسلطات رانا جرينا بكوا غطنا بكلش لنا خدمنا احنا والله غير خدمها الشعب فكينا العزله لارواحنا روحنا ليهم قال لك هاي في الدراسه هاي في الدراسه هاي في الدراسه من التسعينات من ابائنا وارواح بينا عانيو حنا عانينا ولادنا مش حابين يزيدوا عانيو. دوار المريس رانا نطالبوا بالطريق هذه عندنا وقت وحنا رانا شكينا جرينا ما لقينا لمن نروحوا ما لقينا لمن نروحوا خدمناها احنا لارواحنا والله خدمناها احنا لارواحنا كما كان يقول لك قبيل السيد احنا رانا الطرف هذا راه عيبنا الجماعة راهم يوميا يروحوا منا ويا الطوموبيلات خلصناهم خالصين عطاونا الريفي هنا احنا على واه رانا قاعدين هنا على واه عطاونا الريفي لصقونا هنا ما صبنا نصدوا ما صبنا نقعدوا اللي ضرتنا كيما راه يهضر لك في كلش لا على الموت ولا على المريض ولا على القرايه ولا على الخدمه ولا واسمو الناس مساكن راه يخدموا في الولايه في السمانه يخدم نهار على حسب الطريق وكان اللي تكون الثلج ولا مطر ولا لا واحد ما يخرج. دوك احنا رانا لهنا في الدوار تاع الغزاله والطريق هذه تعقب على قدها ندور لهنا عندنا دوار الغزاله لهنا من ورانا من هي كاين لغز كاين القريه مراحات رحاحله روايز مشتي جميل كاين الحمامه كاين سبع عيون سيدي يحيى حتى نوصل للروه. هذا الطريق فيه 4 كيلو حاجه كما كان يقول لنا السيد قبيل. خدمناه 3 خطرات وحنا نخدموا فيه بالتيف نتعاونوا نديروا له لمه ونخدموا فيه دوكا ما قدرناش الله غالب. انا نهدروا على الطريق هذه بان نزيدوا نوضحوا اكثر. الطريق هذه ما فيها 3 كيلو ولا 3 كيلو ونص 4 كيلو كي تكثر وواطيه خدمناها بدراهمنا فرشنا لها شفنا ما بقى لها والو ما فيها لا قناطر لا والو واطيه ما فيها لا عقبه لا فيراج ولا ما خسروا عليها والو شويه تي في سي فرش طابي ما تاكل والو فيها ميم با 3 كيلو ونص ولا 4 هاي قاعده معزوله باه تربطنا باه تربطنا بين الطريق تاع منا تاع عين الروا والطريق الرابط بين المهديه وبني وسين هذا هو قعد مقطوع بيناتهم تسمى ماهيش بزاف مره يربطوها لنا يفكوا لنا العزله. احنا رانا جينا نشكيو على الطريق هذه تاع قريه المريس ببلديه عين الروا. الطريق هذه احنا لهنا اللي راك تشوف فيها لهنا هذه طريق احنا يسمى راهي معوقتنا تعويقه حلوفه نورمال. الطريق هذه احنا لا تخدم ما تقدر تخدم ما تقدر تقعد هنا ما تقدر دير والو. دوك احنا باه دير فلاحه لهنا تخرج واسمو باش توقف دير فلاحه لهنا ما تقدرش. دوك كل هنا كنت راه كاين اللي بالك عنده صوار يجي يبحث بير ما يقدرش يبحث بير باه يشرب يجي يخدم الطريق لمن يخدمها ما عندوش ما كانش. احنا الطريق هذه 4 كيلو في سنه 1000 في 1992 92 خدمناها تعرف شنو خدمناها كيما يقولوا بالدابه والبغل نهزوا بالحجره باش نخرجوا من الغرق. النهار اللي بدينا نشوف فيها الضوء الناس شغل تباشرت هكذا بالطريق هذيك فرحنا قلنا احنا هذا التيف فرحنا. اليوم الحجر هذيك ولات علينا تا المولاه ما قدرناش نزيدو نغطيوها بحاجه اخرى. الحجر هذه اللي درناها احنا ولات علينا ولات ضدنا. دوك كيما هكذا رانا نمشيو على حجره تمشي ماذا بيك راك تمشي على حجره ماكش تمشي في طريق. دوك دير طوموبيل ما تقعد تراكتور ما قعد تا المولاه كيما يقولوا اسنى من الطريق هذي ما قدرنا نديروا لها والو. We'll be right back.